السلام عليكم. كم ان شاء الله النهارده في المعمل الثامن هنراجع شويه حاجات مهمه في المعامل اللي فاتت او حاجات ما خدتش حقها في التطبيق عليها شويه، وبرده عشان الكم ما يكونش كتير عليك فهنشوف حاجات مهمه من اللي فاتوا. بس قبل كده نشوف المعمل اللي فات احنا خدنا الثريدنج والفرق ما بين الثريد والبروسيس، الادفانتج للثريدنج، الكونكرنسي والكوردينيشن او تاسك كوردينيشن، وبعد كده ازاي اعمل لها امبلمنتيشن باستخدام البي ثريدز، وبعد كده ازاي اعمل سينكرونايزيشن ما بينهم. طبعا يعني مفيش حد فيكم بص في الحاجات دي، حد بص في الحاجات دي يرفع ايدي. هو ده اخر معمل، انا بتكلم على اخر معمل عموما، لما تبص فيها تاني احنا كنا بنتكلم عن الحاجات دي ان شاء الله. في شويه امثله هناخدها كمان يعني خدناها، والريفرنسز طبعا. النهارده المفروض ان احنا هنتكلم على هنراجع هنعمل تاني اعاده حاجات مهمه، بيرميشنز، وايلد كاردز، شيل سكريبتنج، شويه امثله على كل الحاجات دي. اول حاجه البيرميشنز اللي هي كنا خدناها في لاب تقريبا، لاب 4 او لاب 3، كانت اللي هي permissions of users groups. فكان مثلا لو انا هنا فتحت الاوبونتو مثلا اهو، هعمل كلير انضف الكلام ده كله. مثلا هعمل لسه فتح التيرمينال في الهوم اهو، هعمل لس هيجيب لي كل الفايلز اللي عندي. لو عملت ليس ال ليس داش ال هيقول لي البيرميشنز بتاعه الفايل اللي هم الحاجات اللي في الحاجات دي كلها، الحاجات اللي في الاول. طب ايه الحاجات دي اللي هو تحديدا دول يعني. حد فاكر دول ايه؟ اول حاجه الدي دايركتوري والداش دي فايل، تمام. بعد كده ريد رايت اكسكيوت، يعني ريد يعني يتقري بس، read only، write يعني ممكن اعدل فيه، x execute معناها ممكن انفذه لو هو برنامج. دول بالنسبه لليوزر. بعد كده بالنسبه للجروب اللي تابع ليها اليوزر ده مالوش اللي هو يعمل write. طب اخر حاجه بالنسبه للاذرز اللي هم اي حد تاني، اي يوزر تاني بره الجروبس دي او معانا في السيستم بس بره الجروب، له ان هو بس يقراها وينفذها برده، مفيش تعديل. بعد كده اتنين، ده رقم اللينكس اللي هي موجوده او لو في شورت كاتس موجوده في مكان تاني هنا فهيكون عددهم اتنين. في فيديوز اسمه فيديوز، لكن هو اف دبليو اي داش اي او اس اللي هو المعلومات الاونر بتاع الفايل ده، ده اليوزر نيم بتاعي ودي الجروب بتاعته، ده الاونر اللي عمل الفايل ده. المساحه بتاعتي هو في حاجه برده مش مظبوطه ليه؟ تمام كده. تمام. فالمفروض برضو بعد كده ده المساحة بالبايت، وده تاريخ اخر تاريخ تعديل كان 5 مارس 23 الساعة 11 او 12 الليل. نشوف الحاجات دي اكتر. داش ال عشان يبينها لي مع ال اس على الاس. المفروض ان الحاجات دي عددهم 10 حاجات او 10 كاركتر سترينج اللي هي بتكون فيها البرميشنز دي. طب بعد كده نشوف الحاجات دي بالتفصيل اكتر. دي برميشنز كلها اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها. طيب عشان ثواني بس، هو ايه السلايد اللي فاضيه دي؟ ده السؤال اللي احنا هنحله. تمام الصوره كده ظبط، معلش كان في مشكله بس في العرض فاتظبطت على طول. دي امثله عشان نحول من البرميشنز ممكن تتمثل بالشكل ده، ممكن تتوصل بالارقام ان انا هنا 6 4 4 فعايز اعملها بابا. زي ما اتكلمنا قبل كده كنا بنقول انا عندي ريد ورايت واكسكيوت، وانا لو دول مثلتهم بالباينري هيكونوا 3 ارقام من 0 ل 1
طب الباينري كان عباره عن كام؟ 2 اس 0 اللي هي 1، 2 اس 2 اللي هي 2، او 2 اس 1 قصدي اللي هي 2، 2 اس 2 اللي هي 4. فالارقام دي لو انا مثلا خليتهم كلهم محايد يبقى ده كانه رقم 7، ده كلهم ريد رايت اكسكيوت. لو خليتهم مثلا واحد يبقى ريد واكسكيوت بس يبقى ده كانه رقم 5. فاش بقى كده لو عايزه ريد بس يبقى كان ده 4. واضح؟ فنفس الكلام نشوف مثلا اول واحد 6 4 4 تتحول ازاي. 6 يعني ريد ورايت ومفيش اكسكيوت يبقى اعملها داش. 4 يبقى ريد ومفيش لا رايت ولا اكسكيوت اعملهم داش. 4 كمان يبقى ريد ومفيش لا رايت ولا اكسكيوت. واضح؟ ده حل. بعد كده 7 5 5 7 يبقى ريد رايت اكسكيوت. 5 يبقى او الاولى والاخيره يبقى ريد داش اكسكيوت. 5 كمان يبقى ريد داش اكسكيوت. واضح؟ واضح انا بعملها على اساس ايه؟ دي امثله. طب اصفار كلها داشات. طب هل ينفع فايل يبقى كله داشات؟ لا ما ينفعش. عامل فايل كله داشات ازاي؟ لا اقراه ولا امسحه ولا اعدل فيه ولا انفذه؟ اكيد لا. بس دي محطوطه بس عشان حاجه تجريبيه ليك وعشان بس تعرف ان انا ممكن الارقام اغير فيها زي ما انا عايز، لكن طبعا الرقم ده المفروض ان هو ما ينفعش. وهكذا اسماء ارقام كتيره ممكن تيجي بقى ام سي كيو يجي لك ده يقول لك حولها لي ايا كان، ممكن اسئله خفيفه كده يعني. طيب في حاجه ثانيه اسمها الفايل جلوبينج او الوايلد كاردز. دي مهمه لو انا عندي الامر عايز انفذه على كذا فايل، بدل ما هعمله اقرر نفس الامر على كل فايل، لا انا ممكن اخلي الارجومنتس بتاعتي او الاوبشنز بتاعتي اللي انا هنفذها تتنفذ مره واحده على كل الفايلز دي باستخدام شويه الحاجات دي اسمها وايلد كاردز، ميتا كاركترز او جلوبينج، كل ده نفس الاسم. طب هنا بيعمل ايه؟ بيقول لي علامه، انا فكركم بيها برده اتكلمنا عليها طبعا قبل كده بسرعه. علامه النجمه معناها استرسك، معناها زيرو اور مور كاركتر، يعني يا اما مفيش ولا حرف، يا اما حرف واحد، يا اما اكتر من حرف. علامه الاستفهام معناها حرف واحد. من 0 ل 9 لو انا عايز اعمل نمبرز او ديجيتس، من 0 الى 9 بين قوسين واعمل الى. طب لو ما عملتش الى دي يبقى ده او ده او ده، اي او بي او سي، اني كاركتر في الليست دي. طيب لو انا عملت علامه النوت اللي هي شيفت 6 هيخليني اي حاجه ما عدا الاي والبي والسي، اي حاجه ما عدا نفيها عكستها. في عندي حاجه اسمها كاركتر كلاسز، ممكن انا اقول مثلا بعمل علامه السكوير براكتس دول ما بينهم اثنين كولومز ومنهم الكلمه، تبقى الفا اللي هي حروف، ابر حروف كابيتال، حروف سمول، ديجيت اللي هي ارقام، الفا نم اللي هي حروف وارقام، بنكتويشن هي علامات خاصه، سبيس. واضح؟ ممكن اعملها بالشكل ده. في حاجه كمان مهمه قوي هنا، معلومه مهمه جدا، بقول ان الوايلد كاردز دي تتنفذ مع الاسماء الموجوده فقط، بمعنى ما ينفعش وانا بكريت فايلز استخدمها تاني. الوايلد كاردز مهم جدا، لازم تكون الحاجه موجوده عندي في السيرش مثلا او في الليس بشوف ايه اللي موجود، لكن ما ينفعش ان انا وانا بكريت حاجه استخدم الوايلد كاردز. طيب النيو فايلز، لو انا عايز اكريت نيو فايل كنت بعمله ازاي اصلا؟ تاتش، ممكن بالتاتش على طول بحيث ان هو يكريته، او لو عايز اعمل فايل واحد بنانو واعمل له ايديت او اي تكست اديتور عندي مثلا فيم او في اي او جي ايديت حتى. ممكن في حاجه ثانيه اسمها ال لاين اكسبانشن، كوماند لاين اكسبانشن اللي هي البريسس دي. البريسس ممكن ان انا استخدمها عندي كذا حاجه بتتغير مع نفس الفايل، فاعملها افتح قوسين مجموعه واقول 1 و3 و5، معناها ايه؟ كانه فايل 1 وفايل 3 وفايل 5، كاني عملت الثلاثه دول. الكلام ده ممكن استخدمهم في الكرييت نيو فايلز، ينفع وانا بكريت نيو فايلز ممكن استخدم اللي هي البراكتس دي او بريسس دي. نشوف بقى حاجه مهمه جدا برضو كنا قلناها بالغلط في السكشن اللي فاتت او السكشن اللي قبل اللي فات. في فرق كبير قوي بين الريجولار اكسبريشنز والفايل جلوبنج. اتفضل. فبنقول الريجولار اكسبريشنز دي اللي احنا زي خدناها في الكومبايلر قبل كده قريبه جدا جدا من الفايل جلوبنج لسه واخدينها، ولكن دي بتستخدم لو انا عايز اعمل
باترن ماتشنج في التكست، يعني بسيرش جوه ملف عايز ادور على حاجه معينه فبستخدم الريجولار اكسبريشنز. دي هتكون بعيده عننا شويه، هنسيبها عشان ما نلخبطش نفسنا. لكن في حاله الباش او الوايلد كاردز انا بستخدمها لو انا عايز اجيب الفايل نيمز، عشان اشوف اسماء الفايلز والدايركتوريز، بدور على اسم فايل او دايركتوري فبستخدم الوايلد كاردز اللي احنا لسه قلناها. مثلا نجمه بيشوف 0 or more characters، فوق الاسترسك معناها معنى مختلف. معناها ايه؟ معناها لو عندي قبلها حرف فالحرف ده ممكن يتكرر صفر او اكتر، صفر من المرات او عدد اكتر من المرات، وبالتالي استخدام مختلف. تحت كان بيعمل ايه؟ بيقول لي دي في حد ذاتها معناها صفر او اكتر من الحروف، فالاستخدام مختلف. فعشان نوفر على نفسنا الكلام ده وما نتلخبطش هنلغي ده، مش هنبص في ريجولار اكسبريشنز خالص. تمام، يهمنا بس حاجات بسيطه قوي اللي هي في الوايلد كاردز، مالناش دعوه بالريجولار اكسبريشنز. نسيرش جوه الفايل على الكلمه زي ما هي مباشره، مش هنعدل فيها عشان دي بعيد عن تخصصنا شويه دلوقتي. نشوف بقى الامثله على الكلام ده. هيجي لكم على الديسكتوب مثال اللي هو هتلاقوا فيه تاسك رقم 1، هتلاقوا عندكم على الديسكتوب فايل باسم النهارده CSE_AOS_2017 لاب 8. هلاقي فيها بيقول لي كذا حاجه. اول مطلوب بيقول لي كاريت اسماء الفايلز دي باستخدام طبعا الفايل جلوبينج او الوايلد كاردز، كاريتهم يعني اعمل CSE. الاحظ ان كلهم يبداوا ب CSE_. هنا فوق لسنه رابعه لاب 1 و2 و3، تحت سنه ثالثه لاب 1 و2 و3. دي عايزه كاريت فايلز جديده باستخدام الفايل جلوبينج او اللي هو بريس اكسبانشن تحديدا. يعني اول بريس اكسبانشن تعتبر تبع الفايل جلوب كجزء منها بس. سلام حل محدش خد باله، عادي عادي هنفكر فيها ونعمل. طب وبعد ما نعمل ده ثواني، لو عرفت الاولى في الثانيه وفي الثالثه وفي الرابعه. الثانيه بيقول ايه؟ هنعمل بيك واحد بيكتشر 1 دوت جي بي جي بيكتشر 2 لغاية 5، يعني 1 2 3 4 و 5، وتحت 1 دوت جي بي جي 2 دوت جي بي جي 3 دوت جي بي جي، تحت A و B و C دوت تكست. تمام، بعد ما اخلص الحاجات كاريت الفايلز دي، بعد ما اخلصهم هنفذ التاسكس البسيطة اللي تحت. بيقول لي ايه؟ اعرض لي كل الجي بي جي فايلز، اعرضهم ليست، اعرض كل الجي بي جي فايلز اللي فيها واحد كاركتر، مثلا 1 دوت جي بي جي 1 او A دوت جي بي جي مثلا. اعرض لي او امسح كل الجي بي جي فايلز اللي هي فيها واحد. طبعا اللي عندي فوق فيهم واحد هتلاقوا هم يعني هم دي ودي، امسحهم. بعد كده بيقول لك كوبي كل التكست فايلز اللي هي دوت تكست، يعني حطها في نيو دايركتوري اسمها تكست. ان الجي بي جي الاولانيه كانت كوبي، الثانيه موف في فولدر اسمه جي بي جي. دلوقتي نبدا ننفذ الكلام ده. نكمل تاني بقى. المفروض ان بعد ما سبتكم في وقت تحلوا تاسك 1، المفروض نشوف احنا كان مطلوب مننا ايه. اول حاجه نشوف ده الامر اللي يعمل سي اس اي فورس لاب وثيرد اللي سنه رابعه وثالثه. المفروض ده عشان اعمله عشان اكريت فايلز قلنا تاتش. طب ايه المشترك في هنا سي اس اي ما بينهم كلهم سي اس اي اندرسكور؟ ده مشترك فيهم كلهم. طب بعد كده الاقي ان انا ممكن يكون سنه رابعه وسنه ثالثه، طالما حاجه او الثانيه ففي حاجه اسمها بريس اكسبنشن. انا هعمل علامات الكيرلي بريسس واقول فورث او و ثيرد الاثنين دول، وبعد كده اندر سكور لاب مكرره اندر سكور في 1 2 و 3 هعملها بنفس الطريقه 1 كوما 2 كوما 3. واضح؟ يبقى انا لو عملت الامر ده هينفذ لي ايه؟ سي اس اي اندر سكور سنه رابعه اندر سكور لاب 1، سي اس اي اندر سكور سنه رابعه لاب 2 لاب 3، يبقى ثلاث معامل بتوع سنه رابعه. وبعد كده لما يخلصهم يخش في سنه ثانيه سنه ثالثه يجيب لاب 1 و2 و3، يبقى كده كلهم ست فايلات. نشوفه كوبي ونروح على هنا لينكس ثاني نجرب نعمل الاول مثلا نعمل ميك داير اللي هي لاب 8 اندر سكور 2 مثلا المعمل الثاني النهارده، واعمل سي دي لاب 8 اندر سكور 2. هعمل لس مفيش حاجه جوه، اكريت الكلام ده تاتش ده كله واعمل ليست تاني هلاقي جوه فعلا الست فايلز اللي عندي. طب اروح تاني اكمل هيقول لي عايز ايه؟ بيك 1 و2 و5 ماشي لغايه 5 يعني، فهعمل تاتش بيك
وبعد كده هفتح 1.2.3.4.5 دوت جي بي جي كله نفس الطريقه بالظبط. بس هنا زي ما قلنا ما ينفعش اعمل فايل جلوبنج، لا انا بعمل بريس اكسبانشن فقط بعملها. فانا اعمل لس الاقي البيكس موجوده كصور لونها مختلف لانها حاجه تانية المفروض، بس طبعا هنا دلوقتي كله ده فاضي. بعد كده كان بيقول لي كمان عايز اعمل 1 و2 و3 دوت جي بي جي و اي بي سي، ماشي نعملها زي اللي فوق بالظبط ده، بس شال 5 و3 وشال بيك اصلا فتعملت اهم موجودين. ممكن برضو اعمل تاتش اي بي سي دوت تكست. انا هنا طبعا انا عملتها تاتش A دوت تكست و B دوت تكست و C دوت تكست هيبقى صح، بس احنا قلنا عشان نوفر على نفسنا عملتها كلهم اهو A B C على طول مرة واحدة، يبقى الاثنين صح. ولكن على حسب ما يقول لي في السؤال، لو قال لي كريتهم وخلاص انا قدامي ده وده بشوف الافضل لايه الاحسن، ده صح وده صح. نكمل بقى بقية الحاجات، خلاص انا كريت الحاجات دي كلها. نشوف بيقول لي اعرض لي كل الجي بي جي فايلز، جي بي جي فايلز، فاقول له less يعني ايه كل الجي بي جي، يعني كل دوت جي بي جي، يعني ايه الكل اي حاجه دوت جي بي جي، فهعمل علامه الاسترسك اي حاجه دوت جي بي جي، يبقى كل الجي بي جي فايلز اهم من 1 لـ3 وبيك 1 لغايه 5. طيب بعد كده بيقول لي الفايلز اللي فيها حرف واحد، حرف واحد زي الاي دوت جي بي جي او 1 دوت جي بي جي، حرف واحد معناها less، يعني ايه حرف؟ علامه استفهام دوت جي بي جي، عرضهم لي 1 و2 و3 حرف، حرف واحد. هو هنا اخد بالي برضو من حاجه، هو قال لي كاركتر او وان كاركتر، ما قاليش وان ليتر، ما قاليش وان نمبر، سابها لي كاركتر عامه. طب افرض تحتيها هنا بيقول لي لا دي حاجه ثانيه، بيقول لي هات لي كل الجي بي جي فايلز اللي فيها واحد، يعني ايه فيها واحد؟ فيها رقم واحد، يبقى جي بي جي. طب في رقم قال لي في الاول في الاخر في النص، ما قالش. طب اعملها ازاي؟ استرسك واحد استرسك، يبقى هو في اي مكان فيها، لو كده ممكن يبقى في الاول ممكن يبقى في الاخر ممكن يبقى في النص قبليه او بعده اي علامه حروف او ما فيش خالص، فجاب لي واحد وبيك واحد تمام. بيقول لي اعمل كوبي كل الفايلات التكست النيو دايركتوري اسمها تكست. فاول حاجه هعمل ميك داير تكست، بيقول لي كوبي كل الحاجات الدوت جي بي جي قصدي دوت تكست ليها. هنا نصيحة، يفضل ان انت لما تيجي تعمل كوبي او موف او ريموف، خاصة الريموف يعني والموف، يفضل ان انت قبل ما تعمل امر اعمله ليست الاول، اعمله ليست، لقيته تمام اللي انت قصدهم يبقى تمام، ابدأ نفذ الكوبي او الريموف، ما لقيته مش تمام ما تعمل يعني ايه عدله لغاية لما يطلع تمام الاول، بحيث ما عدلش في الفايلات. فما عملتها ليست تلاقي الفايلات دي كلها، بحيث ان انا ما غيرش في حاجات السيستم. ممكن لو انا فايل جلوبنج عملت موضوع صعب ومسحت في السيستم، الاوبونتو مش هيقول لي لا همسح عادي وبعد كده الدنيا تكراش يوز، فلا انا يفضل الاول او امسح فايلز مهمه انا كنت عايزه، فاعمل الاول لس وبعد كده تمام اعملها بقى كوبي الى التكست دايركتوري. فعلا هبص عليهم مش هلاقي اي حاجه دوت تكست دلوقتي، انا خدت كوبي قصدي، بس هعرض في التكست هلاقي موجود فيها الحاجات اي وبي وسي دوت تكست. اكمل بعد كده بيقول لي موف كل الجي بي جي فايلز نيو دايركتوري اسمها جي بي جي، فنروح هناك نعمل برضو ميك داير. طب هو ده اللي انا عملته في السكشن اللي فات بالظبط. بس برضو انت ما قلتليش عشان اركز على اللاب. يا جماعه معلش انا ما كنتش عرضت كده تمام. ميك داير جي بي جي، قولوا يا جماعه انتوا مش شايفين حاجه، ميك داير جي بي جي اهو. وبعد كده بيقول لي موف كل الجي بي جي الى الجي بي جي فولدر، بس اخد بالي ما اعملش موف على طول، اتاكد الاول ان انا هجيبه صح، عملت ليست جاب لي كل الحاجات الجي بي جي بس تمام، بعد كده اعمل له موف الى جي بي جي الكابيتال، وفعلا هاجي اعرض مش هلاقي ولا جي بي جي فايل، هعرض الجي بي جي فولدر ده هلاقي جواه كل الجي بي جي فايلز. واضح؟ يبقى ده كان اول هنت عندنا، اول تاسك. في التاسك الثانيه اللي قلت لكم حلوها برده بعديها
فيها حاجات يعني ايه احسن شويه. في اسئله كتير قوي. كنا عاملين هنا فوق تقريبا كده 26 عشان يبان. بيقول هنا ايه خلاص يا جماعه فايت زياده ايه بتاع ايه. هو اصلا يعني بيقول لك الاول create test of directory. فهنعمل واحنا في اللاب ده نعمل make dir test واعمل cd test. هو قال لي كده فاضيه. فهنروح هنا هقول create الفايلز دول كلهم فايلز فايل 1 و10 والكلام دي. فايلز دي مالهاش علاقه ببعض فايه هاخدهم كوبي بيست كوبي وهعمل تاتش كل دول كنترول شيفت في واعمل انت هلي كاريتهم كاريتهم. طيب هنا اخر اتنين دول فيهم حالات خاصه ليه؟ لو انا عملت الفايل علامه فتحه القوس. احنا افكركم الاول اصلا ان احنا قلنا قواعد تسميه الاسماء الفايلز والدايركتورز. حد فاكرها ايه قواعد تسميه الاسماء تسميه الفايل او الدايركتور؟ حد فاكر؟ هو اصلا قلنا مفيش قواعد. القاعده بتاعتنا ان النورز مفيش قواعد اصلا. ليه؟ ده لينكس ده اي حرف اي مسافه اي سبيشال كاركتر ينفع يكون في اسم الفايل ينفع. ولكن لو انا عملتها بالشكل ده هيقول لي ايرور ده غلط سينتاكس ايرور. دي حاجات لازم استخدم حاجه اسمها اسكيب سيكونس اللي هو علامه الباك سلاش عشان يعرفوا ان ده حرف خاص او مسافه. فانا قلت ان انا ينفع استخدم اي حاجه في الاسماء الفايلات ولكن لا يفضل ان انا استخدم علامات خاصه او مسافات. لا يفضل لو عملتها صح. بس عشان اجيبها هنا لازم اعمل باك سلاش. هيكريته عادي اعمل ليست هلاقي الفايل اهو اسمه فايل وعلامه الاف فتح الكوس. طب نفس الكلام بيقول لي عايز اعمل اللي هو الفايل 2 ده. لو انا عملته تاتش وفايل و2 مسافه هيعمل ايه؟ هيعمل لي فايل وهيعمل لي 2 اهو. نشوف عمل لي فايل اسمه 2 وفايل اسمه فايل. لا انا عايزهم الاثنين يكونوا مع بعض نفس القصه. هعمل الباك سلاش اللي هي الاسكيب سيكونس بحيث ان هو هيعمل لي اعمل كده اهو فايل 2 ومع بعض في مسافه مع بعض اهو. واضح الفرق؟ طب احنا كده كنا كل ده من كاريت الفايلز. نشوف الاسئله بتاعتها. نشوف واحده بيقول لي اعمل لي كل الفايلز اللي بتبدا ب كلمه فايل سمول. فايل سمول فاعمل البدايه بتاعتي فايل سمول يعني لس فايل سمول. طب هو قال لي بتبتدي بالكلمه دي. طب والباقي اي حاجه يبقى اعمل استرسك. فهم عرض لي كل الحاجات اللي اولها فايل. طب اعرض لي الحاجات اللي اولها فايل كابيتال. هي 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 فايل كابيتال هما اتنين دول. طيب اعرض لي الحاجات اللي بتبتدي بفايل وبتنتهي برقم. طب ازاي اعملها بتنتهي برقم؟ بالظبط اللي هو السكوير براكتس اللي هي الباترن اللي هعملها من 0 الى 9. طب في حل تاني غير ده؟ هو عايزها فايل كابيتال ولا سمول؟ طب نعملها سمول عشان انا اعمل الاثنين صح يعني. طيب اهو في حاجه زي دي غير دي؟ ما هو تبقى العاديه وكوما 0 و1 لغايه 9 تنفع بس مش حل مثالي يعني انا اعملها من 0 لغايه 9. ممكن اعمل ايه؟ في حاجه اسمها الكاركتر كلاس. اعمل هنا واكتب ديجيت. سوري بس انا كان هي ما اسمهاش ديجيت. هو اعترض على كلمه ديجيت. هي ما اسمهاش ديجيت. امال اسمها ايه؟ اسمها ديجيت. ممكن انت كنت بتتكلم عن حاجه تانية يعني. انا عملناها اللي احنا قلناها من شويه. ما هي المفروض انها ديجيت بس ديجيت ممكن نعملها. طب نعملها كده هما قوسين يعني. كده اهو يعني محتاج اتنين قوسين. انا يعني ما اعرفش هو ما قبلهاش ليه قوس واحد بس كباترن اهي عمل بالشكل ده. قال لك ان اخرها حرف. ممكن اعملها بالشكل ده او من 0 ل 9. ده صح وده صح. هو نفس الناتج على فكره يعني اكيد.
الزمالك كان بيقول حل تاني، بيقول انا ممكن يعني اقول هنا بقى ايه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هيطلع يعني ايه جاب لي ايه كل ده كانت اكسس فايل هو الاستك دي ملهاش لازمه يعني غير الاستك لا انا هعمل غير الاستك يبقى لازم احط بقى دول كده في اقواس تانية برضو في الاخر عشان يجيب لي التحويله بتاعتهم كل ده ما ينفعش لا ما انا لو عشلت الاسترك معناها حاجه واحده هجيب حرف واحد شفت اللي اخره حاجه واحده يعني لا هي ما عملهاش بالشكل ده لو عايز تعملها كده استعمل سكوير براكت 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ده كده الفايل جلوبينج لو عملتها بالشكل ده ايه لو اعملها برضو قبلها هنا الاسترسك كده يبقى تمام بس طبعا ده مش افكتيف انا ممكن اعملها من صفر الى تسعة على طول طيب لا خلينا في الفايل تاني بقيت الحاجات التاسكس اللي علينا بيقول لي نكمل الفايل اللي تبدا بده وبتدي بليتر عكس اللي فات بس بينتهي بليتر زي اللي فات بالظبط بس بتدي بينتهي بليتر مش رقم يبقى انا يا اما اعملها من هنا A to Z A to Z بس ساعتها ممكن تكون سمول او كابيتال فاعملها A to Z شفت دي يعملها A او كابيتال اللي كده A to Z عادي وانا ممكن اجيبها A كابيتال وZ سمول معرفش بصراحة يعني بس ممكن اجربها نفعت اشتغلت عملهم عادي عمل الكابيتال بعدها سمول احسن حاجه ان احنا نجرب ويطلع لنا قدامنا الحروف عامله ازاي ممكن كنت اعملها باللي هي الفا هيشتغل الفا هيحولها لي الاكسبريشن ده ويبقى موجود نفس الكلام ده صح برضو طب نشوف اللي بعدها بيقول لي الحاجات تبدا تصعب شويه بقى تبقى اصعب بيقول لي الفايلز بتبدا بفايل كلمه فايل كابيتال وفيها ديجيت في الحرف الخامس طب نشوف الكلام ده less file طب الحرف الخامس هما كام حرف دلوقتي أربعة يبقى الحرف الجاي هو ايه خامس عايزني اخليه ديجيت اعمل ديجيت ازاي من نفس الكلام اي حاجه من اللي فاتوا دول من 0 ل 9 قال لي هو كام حرف لا يبقى خليها اسبس لان انا ما اعرفش هم قد ايه بالتالي جاب لي فايل 2 و3 هو اصلا طلع واحد بس يعني اخره فايل واحد من بعدها بيقول لي هات لي كل الفايلز اللي بتبدا بكلمه فايل كابيتال وفيها ديجيت في الاخر ومفيش حاجه بعدها الكلمه الاخيره دي معناها شيل الاسترس هما نفس الناتج بس ككوماند مختلف هنا هات لي الفايل اللي بتبدا بحرف وبتنتهي برقم يعني ايه بيبتدي بحرف بيبتدي بحرف اهو ممكن اعملها بالفا أو ممكن نعملها زي ما كنا بنقولها من شوية اللي هم A to Z وبعد كده بيقول لي أسترسك وآخرها وقال لي آخرها رقم ممكن نعكسها عملناها مرة كده ومرة كده عادي من صفر لتسعة الاتنين صح ممكن أخلي دي ديجيت برضه جابهم لي أهو يعني يا جماعة نفس الكوماند بالظبط أخليه هنا ديجيت هيطلع لي نفس الناتج أو خليتهم الاتنين الفا يعني ايه الالفا اللي هو من A الى Z كابيتال زي ما زميلكم بقى طلعها لنا المشكله كل ده صح اعملها اي حاجه من دول صح شوفوا كام حل مفيهاش مشكله عندنا الحروف كتير بعد كده بيقول لي هات الفايلز اللي فيها اكزاكتلي خمس حروف خمس كاركترز ولا حرف ولا رقم اعملها ازاي عملتها خمس بالظبط اهي خمس حروف جابهم والله ده صح خمس علامات طب بس ليه حلول تانية كتير حروف هو قال لي حروف ما قاليش ارقام ممكن بقى نجرب بقى ايه زي ما زميلكم كان بيخترع كده نقول مثلا من صفر لزد بقى ونقعد بقى نقررها بقى يعني جاب كل حاجه صفر لزد جابهم لي كابيتال وسمول بس انا عملتها كام واحده انا ماشي انا عملتها ايه ما هو جاب كل اللي انا عامله بس الفكره في ايه انا ما عملتهاش خمس مرات انا كنت هجربها الاول وبعد كده اشوف خمس مرات اهو صفر الى زد بس الفكره
مش دعوه بالماك بقى. كل بس له الحاجات بتاعته مش دعوه. مش اهو بص اهو ايه فرق ده. اللي كان فيه سبيشال كاركتر بالظبط دي الوحيده ما جاتش. ناخد شوف الفرق بقى دي ما جاتش ليه؟ لانها مش ار تو زد. طب ايه اخر حاجه عندنا؟ مش عارف صراحه اخر حاجه نزود. نفتح القوس ونزودها. لا بس هي اسهل حاجه خمس عمات السفينه بصراحه يعني. بس وخلصت اي حاجه عايزين القوس. فهنا بعد كده بيقول اعمل حاجات اللي بتبدا باف كابيتال او سمول وبتنتهي بثلاثه او اي كابيتال. شوف الحاجات البدايه ده بقى ايه نخترع. تبدا باف او سمول يعني ايه او اف كابيتال جنب بعض بس وبتنتهي بايه بثلاثه او اي كابيتال بس طلعهم لي اهو مفيهاش مشكله خالص اهو الفايلات اهي موجوده. عمالين نقول حاجات يعني بنخترع. هنا بعد كده رقم 12 بيقول لي الفايلات اللي بتبدا باف وفيها اي او ار في تاني كاركتر وبتنتهي بنمبر. هنا الموضوع بدا يكلكع قوي. بيقول لي ايه واحده واحده بتبتدي ب اف او اي يبقى لس اف او اي اف اي وبعد كده بيقول لي في ثاني حرف بتبدا باف بتبدا اف وعندها اي او ار في السكند. صح اي او ار في السكند تبدا باف بس يبقى اكتبها وعندها اي او ار كابيتال في السكند وبعد كده تنتهي برقم يعني معرفش هم كام واحده بس في نهايتها رقم رقم 0 ل 9 وراح نفسي على طول يعني اسهل حاجه. هعرض الكلام ده وكل الباترنز دي ليها خارجه عندنا الحمد لله. اخر حاجه اعرض الفايلات اللي هي ما بتبداش بالحرف اف اظن دي اسهل اف كابيتال فهعمل نوت اف نوت اللي هي شيفت 6 اف كابيتال هيجيب لي كل حاجات سوري استرسك في الاخر ايوه جابهم لي واضح. عارف انا الاثنين دي جت منين بس انا كريتها فايل مع اثنين لما عملت المسافه ما بينهم انا كنت قصد اعملها كتست يعني. طيب نرجع تاني للسلايدز بتاعتنا. شيل سكريبتنج ايه كده التاسك خلصت 2 هنشوف 3 دلوقتي بس انا راجع عليها شويه. الشيل سكريبتنج افكركم تاني بالسكريبتنج. احنا كنا بنقول لو انا عندي السكريبت هو عباره عن تكست فايل فيه شويه اوامر بتتنفذ مثلا الحاجات دي لو انا بعمل اوامر كتير بنفذها فعايز بدل ما كل مره اعمل نفس الاوامر لا عملتها مره واحده. عايز اعمل ادمنستريشن مثلا كل شويه اشوف اليوزر كام واحد دخل على السيستم اعرف كام واحد دلوقتي اونلاين حاجات كده كل ما افتح والتاريخ كام واعمل اوديتنج الحاجات دي كلها في السيستم ادمن حاجات بعملها كل مره فبعملها سكريبتات. عايز اعمل سامبل ابلكيشن او عايز اعمل انستولنج لبرنامج معين فمجموعه الخطوات بدل ما اقعد اعملها كلها لا ممكن اخليها في سكريبت بحيث ان انا اي حد يقدر ينفذ البرنامج ببساطه. في بعد كده اللي احنا هنستخدمه اللي انا عايز اعمل تكست او اعمله مانيبيليشن تعديل في التكست زي ما كنا ناخد دلوقتي. فلو انا عايز اعمل الفايلات اللي فاتت دي كلها سكريبت اعمل ايه؟ مثلا ليه المفروض حاجتين. اول خطوه اكاريت باستخدام النان او جي اديت اي حاجه عشان اكاريت الفايل او عشان اعدل في الفايل واحط في الاول الفايل هسمي الفايل دوت اس اتش اي اسم دوت اس اتش اللي هو الشيل يعني او سكريبت شيل سكريبت هي الشيل اي اسم دوت شيل وهحط في السطر الاولاني ده البن ده الكوماند اللي هو لغه السكريبتنج. في لغات كتير قوي مثلا في اليونكس بيكون اس اتش ممكن اكون استخدم بايثون بير حاجه في بروجرامنج كتير. بعد كده لو عايز اعمل كومنتات جوه بعملها باستخدام الهاش دي. تاني خطوه ان انا بخليه اكسكيوتابل بعمل باستخدام تشينج مود يوزر بلس اكس ده ممكن او اول بلس اكس يعني اسيب دي فاضيه ممكن او ان انا احط لها ارقام بتاعتها مثلا 7 5 5 على حسب انا هعملها ازاي. وبعد كده لو عشان انفذ الامر قدامي حاجه من اتنين يعني يكون ريلاتيف باث او ابسولوت باث بعمل دوت باك سلاش واعمل او دي سلاش عاديه بعمل الامر اللي هو المكان السكريبت بتاعي ده هيتنفذ. مثال على ده اهو برنامج بسيط قوي بيعرض لي جريتنج وبيعمل عشان استخدم متغيرات بستخدمها باك اللي هي علامه دولار ساين بحطها المتغيرات دي. طب نشوف سكريبت بسيط ونزود حاجه على اللي احنا كنا بناخده قبل كده اهو ده مثلا ايه
عارف اقول لك ايه والله. مثلا ده السكريبتات اللي احنا عملناها في تاسك 1 حطيتهم كلهم مره واحده. طب لو انا نعمل ايه؟ ده حطيتهم مره واحده وخليتهم يشتغلوا على طول مباشره، واضح؟ طب انا مش فاكر ده مسجله فين، في لاب 8؟ لا نعمله سيف اس، هسجله مثلا في اف دبل اي، خليه مثلا في لاب اللي انا لسه عامله معاك ده لاب 2 سيف. السكريبتات هنا اخد بالي لو عملت سكريبت اندر ويندوز مثلا في لينكس والحاجات دي، هنا النهايه بتكون باك سلاش ان، في الويندوز بتكون باك سلاش ار باك سلاش ان او كاريش ريتيرن وبعد كده نيو لاين. اخد بالي الحاجات دي مختلفه، وبالتالي لو جيت انفذ سكريبت كاتبه بالتكست اديتور في الويندوز لازم وانا بسيف اخليه زي مثلا هنا وانا بعمل سيف يقول لي انت عايز الاند لاين يكون ايه، لينكس ولا ماك ولا ويندوز، كل واحده فيهم ليها الطريقه بتاعتها. هنا مهم الحاجات دي بس. لا لو انا ممكن اعمل مثلا عن طريق سيجوين او ان انا استخدم الاوبونتو تيرمينال زي ما كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اتكلم عشان الخطا ده كان عرفنا شويه كتير قوي لغايه لما عرفنا افتكرنا الموضوع ده. طب هعمل حاجه ثانيه عشان اطبع رساله، هقول مثلا ايكو ويلكم تو اور مثلا لاب، تمام. طب قبليها مثلا عايز اعمل حاجه احسن، هقول له ايكو مثلا انتر يور نيم. ايه ده، وانا ممكن اخد منه انبوت، اخد منه اسمه واخد منه متغيرات، ممكن. طب اعملها ازاي؟ هناخد حاجه بسيطه قوي، امر اسمه ريد واعمل نيم كده، انا قريت اسم كلمه نيم دي بقى متغير. طب عشان اقول ويلكم مثلا عايز اعمل الراجل ده او النيم ده عشان عايز اعرضه هنا، كنت بعمل دولار ساين ونيم كده هيعرضوه. نشوف الكلام ده واحده واحده، او الاول اول خطوه نسيبنا من ده، نعمل نيو فايل، بلاش من هنا خليه من التيرمينال لس، هلاقي مفيش حاجه عندنا، نعمل نانو مثلا ماي سكريبت دوت اس اتش، هكريته هعمل كنترول شيفت في، دخلت اسمي ريت اسمي في متغير اسمه نيم، ويلكم اسمي تو اور سيستم، هعمل كنترول اكس عشان اطلع بره واعمل يس عشان يسيف واعمل انت، هعمل لس هلاقي ماي سكريبت موجود. ده اول خطوه كريت، المفروض ان انا اخليه تشينج مود بلس اكس ماي سكريبت كريت، اعمل لس تاني هلاقيه اخضر بقى ايه اكسكيوتابل، اشغله دوت ماي سكريبت طالما انا فيه على طول ماي سكريبت، هيقول لي دخل اسمك، اقول له مثلا رامي اسمي، هيقول لي ويلكم تقريبا انا عاملها هو سافالي فاضيه صراحه يعني. طب اقول لك انا حاجه ايكو نيم مثلا نعملها من هنا كده بره ريد نيم، عارف هو ما عملهاش ليه، مين مثلا بتاعي رامي، بعد كده اعمل ايكو نيم طلعت مظبوطه. طب هو ليه بقى لما اقراها جوه ما طلعهاش مظبوطه؟ هتلاقيه في السكوب بتاعها جوه الفايل بس تجيبها برضه. ممكن نشوفها دي، هي تقريبا بره الدبل كوتيشن، يعني المفروض هنا كنت المفروض ان انا هنا احطها بره الدبل كوتيشن، بس ما اعرفش المفروض برضو يعني المفروض تبقى جوايا على فكره عادي يعني مش هتفرق، بس نجربها كده. ايوه ماي سكريبت فتحته هنا اهو، هي ممكن نعمل حركه ثانيه، ممكن اعملها سنجل كوتس، بس هي كده المفروض انها هنجربها. رامي ما بين اللي هي الكوتيشن اللي هي على حرف الدال سنجل دبل كوتيشن اللي هي دي دبل كوتس من دي؟ لا لا
عنديش ال نجربها تاني كده احسن حاجة اللي احنا نجرب. هي بتبقى اتنين زي مثلا اتنين هي كده. لا اللي بره دي برضه ايكو ويلكم خليها كده على كذا سطر ايكو مثلا نيم وبعد كده ايكو خليها على طلعت ستور نشوف يعني ممكن والله الدنيا بس دي الحاجات دي بتتعمل عادي. انا عملتها ايكو طب ما يقولوا نيم طلعت مظبوطه من غير اي حاجه يعني اصلا مجرد ما عملت مسافات ما بينهم المفروض تطلع مظبوط نشوفها. ويلكم وبعد كده سابها لي فاضيه وبعد كده قال لي نفس القصه. طب الريد دي ما بتتعملش هنا ليه؟ في السكريبت مش هتعرف تتعمل النيم يعني. الريد كده اصلا ما فيهاش مشكله عادي يعني. كده النيم هو كده قرف متغير اسمه نيم يعني نخليها بره السكريبت. طيب عشان مضيعش الوقت بره السكريبت عشان اقرا متغير بقول ريد نيم وهقرا هقول رامي مثلا رامي. بعد كده لو انا عملت ايكو للنيم ده هيطبعها لي مظبوط. ممكن نخليها برضو يعني ايه من غير الحاجات دي. تقريبا دي كانت كيرلي بريسس مش سكوير بريسس. يعني هي تقريبا كيرلي بس نجربها بقى عشان لو طلعت كيرلي هضرب مثلا ار. طلعت مظبوطه اهي كيرلي. نجرب بقى ايه يعني ماشي حاجات يعني ايه لو عملتها نجربها لازم نجربها عشان ايه يعني اصل انا كنت عاملها في السلايدز غلط باين كيرلي بريسس. كده تمام كده هيعترف ان دي تمام ودي تمام. يعني نعملها تاني بقى مثلا اسمي رامي هيقول لي ويلكم رامي تو اور اخيرا معلش هي كانت كيرلي بريسس مش سكوير عادي مش بيرنسس عادي واضح. طب افرض انا مثلا هنا عايز اقول له النيم والباسورد مثلا مش عايز النيم بس اقول له انتر النيم وهعمل ايكو. طبعا السكريبتنج هنا يعني ممكن اعمل فيه كل حاجه بس انا هناخد اول حاجه بس مقدمه تكمله على اللي فات بس عايز اقرا الباسورد ريد الباسورد يبقى ويلكم نيم كذا مثلا الحمد لله ايكو مثلا يور باسورد از واعمل بقى نفس الكلام باسورد هقول له الدنيا كلها. طب بس في حاجه انا سيبكم من الايكو اللي تحت انا فوق اهو انا عايز وانا بقرا الايكو وانا بقرا الباسورد. طب انا عملتها بالشكل ده هيجي لي ايه؟ هيقول لي انتر اسمك رامي الباسورد بتاعتك 1 2 3 4 كده انا اتشحورت فعلا جالي اسمي والباسورد. طب انا عايزه وانا بكتبها ما تجيليش انها باسورد تختفي او يجي لي علامات اللي هي النجوم مثلا اعملها ازاي؟ في هنا حاجه اسمها داش اس اوبشن في الريد. عملت داش اس سبريس اللي هو بيمنع خروج الحاجه على الشاشه فهنفذها تاني هقول مثلا اسمي رامي الباسورد 1 2 3 4 انا كتبت وعامل انتر طبعها له هو فعلا خدها في المتغير ولكن الشاشه فاضيه انا ما فيش حاجه كتبت على الشاشه لكن فعلا طبعها لي في الاخر او انا ممكن استخدمها اقارن بيها هل هي مظبوطه ولا لا. واضح؟ داش اس بس في الريد وانا بقرا عملتها داش اس معناها سبريس معناها او ممكن اوريها لكم برده هنا هعمل مان كوماند انا مش عارف معناه اهو مان اللي هو ريد بعد كده هيعمل لي المان كلها. قدامي كذا حل يا اما سيرش جواها واقول مثلا داش اس او اعمل سبريس انا بقى يعني مفيش اصلا سبريس داس اس مش اي حاجه مش جايب الاوبشن ده. طب كويس ما جابهاش اهو ذا ريد تو ريد ا فايل فروم ده بتاعت البروجرامينج.
طب نشوف احنا فين هنا. ده المثال تاسك او الجزء التالت عندنا في التكست بروسيسنج تولز. فوق ده برضو مراجعه للي فات شويه. احنا كنا بنقول لو هدور على كلمه في الفايل بستخدم الامر اللي اسمه grep يدور لي على كيورد على كلمه في تكست فايل. فمثلا هنا بيدور على كلمه جون في سلاش اتي سي سلاش باسورد. طبعا ده اليوزر نيم مثلا ممكن نعملها اليوزر نيم بتاعنا او ديت داش داش هيلب. لو انا بعمل داش داش هيلب او المان بعمل بستخدم grep معاها عشان يجيب لي الحاجه اللي انا مش عارفها دي. في اي لو هي كيس انسنسيتيف معناها مش كيس سنسيتيف. يعني لو عايز اعرض عدد معين من الماتشز او عدد الماتشز بتاعتي ارقام السطور ايه عايز اعمل الفايل اللي هي السطور اللي ما فيهاش الكلمه دي ax افتر وادي له 5 او 10 ايا كان عدد سطور معينه بعد الماتش وعدد سطور قبل الماتش البيفور والافتر. في حاجه اسمها الكات كان بيجيب لي لو انا عايز اعمل تكست باي كولوم بيجيب لي الاعمده. فلو مثلا سلاش اتي سي سلاش باسورد نشوف الفايل ده كات او خليها لس يعرض لي عدد قليل سلاش اي تي سي سلاش باسورد هلاقيه هطبع لي العدد اهو متقسم ادي الروت وكلهم فاصل ما بينهم علامه ايه علامات الكولوم دي. فانا ممكن اقول له كات مثلا والفاصل بتاعي داش دي نقطتين في بعض الديفولت تاب ده الديليمتر بتاعي دي داش اف العمود رقم واحد او يعني كات اللي هو كولوم اللي هو رقم واحد يعني وبعد كده اديله سلاش اتي سي سلاش باسورد هلاقيه طبعا لي العمود الاولاني اللي هو كان فيه روت وفيه الحاجات دي. ممكن كنت ادخل الاوت على لس هيظبطها لي بالشكل ده لغايه لما اوصل اليوزر نيم بتاعي اللي هو اف دبل اي داش اي او اس. اف دي عشان يسبيسيفاي او الفايند الكولوم رقم كذا وكذا وكذا. في هنا برضو كان ممكن اعرض ان انا دي حاجات مراجعه لو ممكن اقول من الكولوم 2 لغايه 5 ممكن اعملها بس سيبين ده سيبين ده. في عندي حاجات ثانيه برضو نفكركم فيها بسرعه التي ار والسد. التي ار ترانسليت كان بيحول لي مثلا من سمول لكابيتال بالشكل ده بديله الانبوت الفايل على طول فيحوله لي. ده كان حاله كان تطبيق على البايب لاين. في السد ده مهم جدا في السيرش والريبليس. سيرش ريبليس اسمه ستريم اديتور. فمثلا امثله عليها نفتكر بقى الحاجات دي. ده حد يقدر يقول لي ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ اول مثال ده دخلناه في لاب 6 هما الثلاثه دول خدناهم بيعمل ايه ده طيب؟ يعني مبدئيا اسم الكوماند سيد اسم الفايل اللي هدور عليه اسمه البيتش تمام كده. هنا هلاقي في سنجل كوتس ما بين الاثنين دول في هنا علامه الاس. اس معناها سيرش على كلمه دوج واعمل لها ريبليس باي كات. سيرش على دوج كل دوج واعمل لها ريبليس بكات. طب جي دي معناها ايه؟ نشوفها عامل عشان افكركم بيها. فمثلا هنا هنعمل بس الزوم تاني هنا كوبي مثلا لاب 6 او هوم مش هوم لاب 6 واحطه هنا مثلا باسم بيتس لس هعمل كات البيتس جواه ايه؟ جواه كات ودوج واليفنت شويه حيوانات اسماء حيوانات كتير تمام؟ هعمل الكوماند اللي كان قدامي اللي هو كان ايه؟ كان سد داش علامتين التنصيص هعمل سيرش اس سيرش على كلمه كات وبدلها بدوج او كان العكس تقريبا دوج وبدلها بكات هخليها دوج وبدلها كات عشان في حاجه معينه وهعملها كده وخلاص في اي فايل بيتس. بس الاول يعني قبل ما اعمل الكلام ده عشان يطلع لي ايرور عشان يتسجل هعمل كوبي بيتس الى البيتس رقم واحد هعمله كوبي عشان اخد منه باك بيتس عشان اشتغل على النص تمام. هيعمل ايه في الكلام ده؟ هنا عمل ايه؟ هوريكم كات البيتس الاساسيه كانت بكام
اهي بعد التبديل عملي دي اللي فوق الاساسيه. هنا في كات سابها، انا بندور على كل دوج ونبدلها بكات. هنا دوج خليها ايه تحت، خليها كات. الليفانت سابها نزل في السطر اللي بعديها بات بي بي دوج. الدوج دي عامل فيها ايه؟ بدل اول كلمه بس. طب والباقي ما بدلوش، واضح؟ يعني هو شاف اول سيكونس حصل جوه الجمله بدله. طب والباقي ما بدلوش. طب ننزل تحت في كات تانية، في دوج، في هنا دوج، بدلها بكات. في تحت دوج بدلها بكات. طب لو انا عايزه يبدل السيكونس ده كله، يعني يبدل كل الكلمه، يبقى الحل ان انا اعملها اعمل الجي، هلاقي هنا بدلهم كات كات كات. ليه؟ جلوبال. الجي معناها جلوبال، هيدور في كل الفايل كل الجمله. لا لو انا عملتها من غير بالك، انا بدور جوه التكست جوه الفايل، مش جوه دايركتوري، مش اسم دايركتوري ولا اسم فايل. انا هنا جوه اهو حروف، هنا انا اول ثلاثة بس بدلهم وساب الكلام وطلع. انا عايزه يبدل كله، يبقى لازم اعمل الجي بحيث ان هو اي ثلاثة ياخدهم يحطهم، اي ثلاثة يحطهم، اي ثلاثة يحطهم. يعني واحد مثلا اسمه دوجز هيبدله برضو، هيبقى كاتس. طب انا عاوز اعرفه، هيسيب الاسم مش هيعمل فيه حاجه. عايز تعمل ايه؟ طب انا لو عاوز مثلا يسيرش كلمه دوج دي ككلمه، ككلمه هتعمل جراب حاجه تانية خالص غير ده. ككلمه واحده هنا، هنا مش كلمه واحده، هقول لك اللي هو ما يجيش يلاقي كلمه، فاهم؟ فاهم. اللي بيتكتب هنا ده regular expressions اللي احنا عملنا له باي باسنج كده على الدنيا، ده regular expressions مش wild cards. ففي حاجات مختلفه عن اللي احنا خدناه، فاحنا اصلا بعدنا عنه خالص، بعدنا عشان ما ندخلش الاثنين في بعض لان هم قريبين جدا جدا من بعض. طيب نشوف بعد كده المثال اللي بعده بيعمل ايه. واحد حط لي هنا 1 و3 في الاول، يعني ايه 1 و3؟ يعني من السطر الاول الى السطر الثالث. ده حاجات ريجولار اكسبريشنز على فكره، بس بسيطه هنقولها، انا جبت حاجات قليله قوي منها. فهنعمل هنا 1 ل3، 1.3 معناها سيرش على الدوج برده نفس الكلام، دوج وكات بس في السطر الاول للثالث او اللي هو فيرست 3 روز اهم. كات هنا او هنا كان في دوج بدلهم. طب تحت في دوج سابها او في هنا دوج ساب، واضح؟ طب لو عايزهم اخر شويه حروف برده نفس الشيء. ايه ما بدلهاش، ما هي فوق كات اصلا. يعني اقول لك على حاجه، كات تمام، هو اصلا كات، هي اصلا كات ما غيرش فيها حاجه. تشيكن كات فيش، هو في كات في الفايل اصلا. طيب اخر حاجه دي بيعمل ايه؟ بيدور على السطر اللي اوله بيرد او السطر اللي فيه بيرد والسطر اللي فيه فش ويبدل. نشوف الكلام ده، في عندنا اصلا بيرد في فش؟ لا. طب خلاص ندور على، ندور على سطور تاني. مثلا نخليها السطر اللي فيه لاين و في كوم ولا لا؟ في كوم. فيش موجودة. فيش موجودة؟ ماشي. سوري انا عملت حاجة. سفاش اهو. في الفيش هنا اهي. واللايون هنا. هما الاثنين فيهم كات. هو بيدور على دوج على كات. لما احنا كده عملناه غلط. هنقول ندور على كات وحطها مثلا بأي حاجة. مثلا كروكو داي. كروكو مثلا. كروكو داي او كروك ايا كان بقى اهو بدلها اهو. فعلا السطر اللي فيه لايون بدلها والسطر اللي فيه فش بدلها. انا مش لازم تكون في الاول السطر اللي فيه الكلمه دي، واضح؟ لو انت كنت بتسال على حاجه زي دي من شويه. بس ده الكلام ده كله ريجولار اكسبريشنز على فكره. فعشان نطلع براها سيبني. طبعا انا اللي عايز اعمل مالتي لاين او مالتي كوماند هنا بعملها داش اي او بحطهم كلهم في فايل واعمل داش اف الفايل ده وخلاص. قبل ما ناخد نشوف السمري اللي خدناه النهارده الاول، بعد كده نشوف تاسك 3. سمري كنا بنقول بيرميشنز، البيرميشنز عندنا وايلد كاردز، شيل سكريبتنج، اكزامبلز، دي مجموعه الريفرنس اللي احنا استخدمناها. بس قبل ما نقفل بقى نشوف الاول تاسك رقم 3. تاسك رقم 3 عندي بيقول لي اعرض الصف الثالث في الفايل اسمه تكست تيبل دوت تكست، دي بتاعت المرة اللي فاتت. هي تبقى قط ونحط 3 يعني داش اف 3.
بس مالناش دعوه بدي دلوقتي. خلينا تحت بيقول عندك animals.txt سيرش الورد كات في الصفوف من 3 ل 5 وبدلها بالورد تايجر. تعمل ازاي؟ اهي نسيرش نفس الفايل اهو، سيرش اعمل سبت على الصفوف من 3 ل 5 وبعد كده سيرش على كات وبدلها ب، انا مش فاكر بدلها بايه، بدلها بتايجر. عايزها من 3 ل 5 ايه 3.5 3 ل 5 هي معناها ده الريجريشن بتاعها تايجر. بعد كده جلوبال برضو وبعملها في الفايل اسمه بيتس. نشوف الكلام اهو، بدلها هنا تايجر، بدلت هنا. يعني لو عرضت لكم الفايل نفسه كات بيتس اهي، كات كانت في 3 ل 5 اللي هم دول، كات كم مره؟ 1 و2 اهو. اعمل امر اتبدل هنا تايجر وهنا تايجر، واضح؟ طب لو انا تاني واحده بيقول لي سيرش على الورد اللي اسمها دوج في السطور اللي بتبدا بتايجر، بتبدا ما قلناها السطور اللي بتبدا ما دي عملناها صح، وعملناها كروكودايل برضه. طب اخر واحده دي مهمه قوي، حاجات اللي هي محتاجه تفكير شويه. بيقول لي دور في الورد كات في اخر 3 سطور، وانا اعرف الفايل كام سطر؟ تبقى اسمه ايه؟ هو الهيدر والتيل. تيل بالظبط. في عندنا امر كان اسمه ايه؟ كان اسمه تيل، مثلا تيل البيتس. لو انا عملتها باي ديفولت كان بيجيب لي اخر 10 سطور، فالفايل اصلا اقل من 10 سطور. او مثلا نعملها لكم فايل اكبر شويه، مثلا سلاش اي تي سي سلاش باسورد، جاب لي اخر 10 سطور بس، دي حقيقه. طب انا هنا ممكن اخليهم بدل ما هم 10 اغير في الرقم، اعمل داش ان 5 مثلا، هيجيب لي اخر 5 سطور بس اهم، اخر 5 سطور. فنفس الكلام هستخدم الكلام ده هنا، انا عايز اخر كام سطر؟ قال لي في اخر 3 سطور صح، اخر 3 سطور، يبقى اخر 3 سطور والناتج بتاعها اعمل له بقى بايب لاين، الناتج بتاع الكلام ده اخر 3 سطور في الفايل ادور عليهم ست مثلا، ادور على ايه انا مش فاكر، ادور على الورد كات سيت سيرش على كات، او هنا اصلا انا بسيرش على كلمه كات ما قاليش اعمل لها ريبليس، يبقى اعملها ازاي؟ جراب كات، دخلتهم في بعض جابها لي اهو. ممكن اعملها جراب داش ان عشان يعمل لي عدد الرقم السطر كامل، ممكن دي حاجات الجراب. انا كده دخلت الاوامر في بعض، اخد بالي الاوامر اللي احنا خدناها طول السنه، ممكن نعمل اللي احنا عايزينه، اجيب الامر من ده على ده على ده، مجرد بس اكون عارف هو الفايل ايه. ده مش غير الامتحان ده الاخير، ما انا بقوله ليه قلته في المعمل اللي فات برضو على فكره. نرجع بقى للسلايدز تاني، يعني دي ارخم حاجه ممكن نرخم عليك في الامتحان بيها كده. الريفرنسز، اي اسئله؟ في حاجه مش واضحه ممكن تتفضلها بقى.